جود. طبعا احنا جايين في هذا البرج برج فراح نروح نشوف الابراج. راح نروح طابق برجي طبعا الدور 7. راح نصعد قصدي السادس ونروح نشوف احنا رايحين نشوف ان في في البرج هذا في تحف واثار جديده اول مره راح نشوفها وبشكل حصري على برنامجنا برنامج مع الابراج. يلا نروح. طبعا احنا الحين هني ونشوف هذا ونشوف التحف الاثار. واو لحظه شويه يا جماعه تذكر بابا الحراميه. طبعا هذا انشو تشوفون معانا ان هذا محرس نمائي. شوفوا هذا مثلا ندورها كذي وهي بس يعني بس تعدلون. هذه ربابه طبعا من السعوديه. صح نسيت 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 رجعت حق اصلي. طبعا ضربه ثانيه حق الوست. طبعا هذا تعدلون شيء. وهذه هي اجهزه خياطه اللي ما عندها هدوم يخيط هني. المهم هذا الشيء نرجع حق تعالوا نشوف الاشياء المحظوره المحظوره على المجتمع. هذا المحظور. وين الشيء؟ بنك الكويت المركزي. واو واو الذكرى 15 للعيد الوطني لدولة الكويت. هذه أثرية. واو تنشان؟ واو بكتها بكتها. شريها يا صوفيا شريها من البلاستيك. مكتوب وراها الدينار الكويتي يعني هذا الختم ماله. انشال تحية. طبعا نشوف نحاول نشوف ال بنم. شوفوا هذا الذكر 15 يعني اليوبيل الذهبي ما ادري الفضي ما ادري هذا البرونزي. فنشوف هني بالكاميرا معانا سوي كلوز حاول سوي كلوز. نشوف هذه 2 دينار كويتي اوكي ونشوف مكتوب عليه 1961 1976 يعني هذاك العملة كانت في ذاك الوقت شلون شكلها كانت مختلفة طبعا. لو يدرون الكويتيين كان اعترضوا قاموا باسترداد الشكل القديم حيث ان الانسان يعيش على القديم ولذلك نشكركم تواضعكم ونغلق التاريخ ونحفظ التاريخ إلى أجل مسمى. ورجي العيد مرة ثانية نرجع مرة ثانية يا جمهورنا الأعزاء. طبعا معنا من الصين شكرا بقى. معنا من اليابان تشوكو تشوكو. ومعنا هاي كاميرا صناعة فرنسية وهاي الكاميرا صناعة ألمانية وهذه الكاميرا صناعة أمريكية وهذه الكاميرا صناعة سويدية وهذه الكاميرا صناعة نمساوية وهذه الكاميرا أعتقد أنها من النرويج وهذه الكاميرات من الصين ومن اليابان ومن كوريا وأعتقد أن هذه الكاميرا صناعة كويتية. إحنا صانعينها هذه. إلى اللقاء.